السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا الخامسة وعنوانها دايت ترانزستور لوجيك DTL. احنا خدنا ال RTL اللي كان اللي ان في حالة ال RTL في مشكلة، ايه هي؟ ان الفان اوت بتاعها بيكون ليميتد صغير، فعملوا لوجيك فاميلي جديدة اللي هي بتبقى عبارة عن كومباينيشن من دايت وترانزستور. تعالى ناخد اول حاجه اللي هو ايه، دي تي ال انفرتر. ازاي ان احنا نعمل انفرتر بالدايت ترانزستور لوجيك فاميلي؟ فالمفروض هنا ده الايه، ده الترانزستور ودايت ودايت وريزيستور. تعال نبدا ايه، نعمل اناليسز للسيركت دي عشان نثبت ان هي بالفعل بتمبلمنت ايه، انفرتر. اول حاجة ايه، بنمسك لما يكون الانبوت ايه، لو. تعالوا نحط الانبوت لو. الانبوت لو دايما يا اما بنقول عليه زيرو، يا نقول عليه ايه، 0.2 فولت، اللي هو 2 من 10 فولت. ايه اللي هيحصل لما احط هنا 0 فولت؟ فمعنى ذلك ان الدي وان ده هيكون اون. اون يعني ايه؟ فورورد بايس. معنى ذلك ان الفي اكس، في اكس الفولت بتاع النود اكس ده هيكون هو تقريبا هو مين، الفولت بتاع الايه، الدايود، اللي هو في دي 1 او في دي اي. في دي اي سمينا دي، ده الدايود ده دي اي والدايود ده دي ال. يبقى الدايود ده هو ده دي اي والدايود ده اللي هو مين، دي ال. يبقى في اكس الفولت بتاع النود في اكس هيبقى عبارة عن ايه، هو نفسه الفولت بتاع الدايت، اسيوم ان الانبوت هو ايه، لو زيرو. فمعنى ذلك ان في اكس بكام، هيبقى في دي اللي هو تقريبا احنا لو ما لهوش في البروبلم في المسألة بنعتبره 7 من 10. يبقى هو الفولت بتاع الدايت اللي هو في دي في دي ال في دي اي. ماشي. طيب او قلت لك لو هنحطه بكام، 7 من 10، لو كان هو ايه، بنفترض ان الفولت ده 0.7، لو هو ما قاليش في البروبلم الفولت دروب اللي بيبقى على الدايت لما يبقى فورورد بايز، لما يبقى فورورد بايز كذا. تمام. طيب تعالى بقى نشوف، عايزين نعرف هل الدايت اللي هو الدي ال ده والترانزستور هيكون اون ولا اوف. تمام. طيب ابص الاول على الفولت، المفروض في اكس طلع بكام، تقريبا ب7 من 10. المفروض علشان خاطر الترانزستور ده يبقى اون، لازم أن يكون الفولت بتاع النود ده اكبر من 7 من 10 زائد في بي اي اللي هي تقريبا كام في حالة مثلا السات، 4 من 10. والفي اكس بكام، 7 من 10. بمعنى ذلك انها قليلة جدا انها ايه، ان هي تعمل تيرن ان تيرن تيرن اون لمين، للدايود والايه، الترانزستور. يبقى معنى ذلك ان هي صغيره جدا ان هي تعمل مين، تيرن اون للدايود والايه، الترانزستور. معنى ذلك ان ايه، ان ذلك ان الدايود والترانزستور هيكونوا ايه، اوف. اوف يعني كلمه اوف هنا يعني كات اوف. يا ريت نركز في كلمه اوف واون. كلمه اوف على طول ما فيهاش ترجمه، كلمه اوف معناها ان هو في الكات اوف ايه، ريجون. تمام. يبقى معنى ذلك ان الاي سي في الحته دي، الكوليكتور كارنت، هو ده الكوليكتور كارنت فين، هو ده الكوليكتور كارنت، هيبقى كام الكوليكتور كارنت، هيبقى هنا عباره عن كام، هيبقى عباره عن اللي هو الاي سي زيرو، ده هو عباره الاي سي اللي هو الكوليكتور كارنت هيبقى عباره عن ايه، زيرو. طيب حد يقول لي الايكويشن دي جت منين؟ ده potential difference V out minus VCC equal ICRC، صح؟ اللي هو IRC ال current اللي في ايه، في ال resistor اللي هي ال RC times mean resistance RC. حد عنده مشكلة في ال equation دي؟ جبناها ازاي ال equation دي؟ عندي دي ال point دي VCC وال point دي V out، والكرنت اللي بيمشي هنا سميناه ايه، اي
ار سي، يبقى اي ار سي تايمز ايه؟ ار سي. طيب كده تمام. طيب عايزين يبقى امتى بقى هيكون الاي ار سي ده بزيرو؟ قال لك لو احنا افترضنا تقريبا الاي ان ايه، يعني انا عايز اقول امتى الفي اوت لما يكون الفي اوت هيكون بيساوي في سي سي لما يكون الاي ار سي ده بزيرو. طب امتى الاي سي ار سي؟ تقريبا لما يكون الايه الريزيستنس دي قليله، اور ان بالفعل الكرنت اللي ايه اللي بيفولو في الار سي هو ايه صغير. يبقى معنى ذلك ايه؟ هقدر اكونكلود ايه؟ ان الفي اوت هتبقى عباره عن ايه؟ في اوت هتبقى عباره عن في سي سي اللي هي هتبقى في اوت هاي. طبعا انت هتقول لي اه احنا قلنا الكلام ده قبل كده في اخر محاضرة، بس احنا بنعيده تاني. احنا دلوقتي بنعمل اناليسيس للدي تي ال انفرتر. احنا خدنا الدي تي ال، اخدنا سيركت عليها كونفيجريشن كبير وحلينا عليه، بس احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ هو اوريدي قايل ان ده الكونفيجريشن ده عبارة عن دي تي ال انفرتر، فاحنا بن ايه بنعمل اناليسيس عشان نثبت لما كان الانبوت هاي الاوتبوت بقى ايه، لما كان الانبوت لو الاوتبوت بقى هاي. بمعنى ذلك انه بينفرت ولا لا، يبقى هو انفرتر. لسه هنثبت بقى لما الانبوت يكون ايه هاي المفروض الاوتبوت يبقى ايه لو. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا جبنا منين في اوتبوت هاي، ما ده هيبقى ايه اوف اوف. بمعنى ذلك ان ايه ان تقريبا هنا الايه الكرنت هنا بكام هيكون؟ هنفرض ان هو مفيش لود تمام، ومعنى ذلك ان الاي ار سي هيبقى بكام؟ بزيرو. معنى ذلك ان الفي اوت هتساوي ايه؟ الفي سي سي. طيب لما يكون الفي انبوت هاي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الدي 1 ده هيبقى ريفرس بايز. يعني ايه ريفرس بايز؟ يعني اوف. طيب المفروض احنا كنا بنعمل ايه بقى علشان نعرف هل الكيو نود هيبقى في الست ولا هيبقى في الاكتيف ريجون، في اللينير اكتيف ريجون؟ فالمفروض اللي هو ايه الفورورد اكتيف، هي يعني هو الكيو نود في الحالة دي لما هيكون انا هحط الانبوت هاي ده هيكون ايه دي 1 ده هيكون ايه هيصبح اوف. فحطيت اوف اهو، عملت اوف، عملت ايه اوف خلاص، هيقلب ايه هيقلب اوبن سيركت صح خلاص. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الفي اكس هيبقى عبارة عن ايه؟ الفي اكس لو انت بصيت هيبقى هو عبارة عن في سي سي ماينس اي اللي بيفولو في الار بي، اي ار بي في ايه في الار بي تمام. نفس الكلام علشان خاطر الاتنين دول يبقى اون دي ال الدايت والده، لازم ان يكون الفي اكس ده اكبر من كام؟ من بوينت 7 بلس ايه بوينت 8 اللي هي الفي بي اي بتاع الترانزستور ده، وده الايه الفولتج دروب بتاع مين؟ بتاع الدايت لما يكون اون. يبقى لازم تكون اكبر من كام؟ تقريبا من 1.5 يعني 1.5 فولت تمام. بس احنا كنا بنحل ازاي؟ نفتكر ان احنا في اخر بروبلم عملنا ايه؟ احنا كنا بنفرض ان هو في السيت، بنقول اسيوم، خلي بالك من الحته دي، وبعد كده بالفعل اللي بقعد استنتج بشوف هل الاي بيز عشان اقول ان هو في السيت لازم انا استنتج ان ايه الاي بيز يكون اكبر من الاي بيز ايه مينيمم. فانا كنت بعمل اسامبشن ان ايه ان هو بالفعل في ساتوريشن، وبعد ما بعمل الاسامبشن ده بشوف هل الاي بيز، الاي بيز اللي هنا كارنت اللي هنا بيكون اكبر من الاي بيز مينيمم. يبقى بجيب الاول اولا اي بيز مينيمم واعمل كومباريزن، لو لقيت ان هو اكبر من الاي بيز مينيمم يبقى بالفعل هو في الساتوريشن. طب ما لقيتوش يبقى اكيد احنا بقى فين؟ في الفورورد اكتيف. طيب معنى ذلك ان ده اول، معنى ذلك ان ايه ان الفي اوت هو الفي سي اي اللي هو تقريبا بيه باتنين من عشرة. يبقى معنى ذلك ان انا قدرت بالفعل اثبت ايه ان لما هيكون الانبوت هاي ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت هيبقى ايه؟ هيبقى لو. ما الفي سي اي ده اللي هو تقريبا بوينت كام؟ 2 من 10 فولت صح؟
احنا دلوقتي عايزين نعمل درايف للايه، في انبوت لو. ايه هي الفي انبوت لو؟ المفروض لما هو كان الانبوت لو كان ايه اللي حاصل؟ كان الدي ال ده الدايد اللي هو الدي ال ده والترانزستور اللي هو كيو نو، دول الاثنين كانوا ايه، كانوا اوف. اوف يعني كات اوف، خلي بالك من الحته دي. طيب علشان هو يبدا ايه يخلي دول اون، اون هنا بقى تبقى معناها ايه؟ معناها ان هو يدخل في الايه، في الفورورد اكتيف، مش في الايه، في مش هيبقى ساتوريتد، لا مش ساتوريتد، لا ده هيبقى فين؟ في الفورورد اكتيف. يبقى علشان خاطر ان هو لازم يكون يبدا يدخل في الساتوريتد، لازم تكون الفي اكس دي ايه تيكوال مين، الفولت دروب بتاع مين، الدايود ده بلس ايه، الفي بي اي في مين، في الفي ايه في مين، في الفورورد اكتيف. الله، يبقى دي هي ده الكونديشن عشان خاطر ايه، علشان خاطر الكيو نود يستارت يسويتش منين، هو كان كات اوف عشان يبدا يدخل في مين، في الفورورد اكتيف، يبقى لازم الفولت بتاع الفي اكس ده يساوي ايه، الفولت دروب بتاع الدايود لما يكون اون بلس مين، الفي بي اي لما يكون هو فين، في الفورورد اكتيف. تمام، يبقى الفي اكس هو عباره عن ادي الفي اكس اهو، الفي دي ال يعني الفولت اللي على مين، الدايود ده لما هيكون اون بلس مين، الحته دي اللي هي مين، في بي اي، في بي اي لازم يكون في مين، هي دي الحته المهمه، في بي اي فورورد اكتيف، مش في الفل ايه، مش ساتوريتد، ها مش ساتوريشن، مهمه الحته دي. طيب طب الفي اكس هنا، طب ممكن برضو نجيب لها من ايه، ده من الايه، من الرايت ده. طب من هنا لو احنا قلنا الفي ان ودي الفي اكس وده في دايد اي، يبقى في اكس ماينس في ان بيساوي ايه، الفولت ده، الفولت بتاع النقطة دي ماينس الفولت بتاع النقطة دي بيساوي الفولتج ايه، ديفرنس، صح؟ يبقى الفولتج ديفرنس بتاع ده في اكس ماينس ايه، ماينس ايه، في ان ايكوال كام، في دايت. او ممكن احنا نكتبها تاني بشكل تاني، ممكن نقول ان في ان هي في اكس ماينس في ايه، دايت اي. تمام. طيب طب احنا اما دلوقتي عندنا هنا في اكس وهنا في اكس، ممكن نعمل ايه، وده دي ده في دايت وده في دايت، نفترض ان التو دايت دول ايه سيميلر، معنى ذلك ان ايه، ان الايه الفي دايت بتاع ال هو نفسه الفي دايت بتاع الاي، اي وال بتاع الانبوت وبتاع اللود زي بعض، بمعنى ذلك ايه، نقدر نقول ان الفي دايت هنا هي ايكوال في دايت هنا. طيب بعد كده نقدر ايه نعمل سبستيتيوشن من المعادلتين دول، هقدر ايه احط في اكس بالكلام ده، فبيبقى في دايت هتروح مع في دايت، فيديك الفي انبوت لو في بي اي فين، في الفورورد ايه اكتيف. يبقى انا كده قدرت اعمل ديريفيشن للفي انبوت لو، الانبوت فولتج اللي هيخلي الترانزستور يسويتش من كات اوف للايه، فورورد ايه اكتيف. طيب برضو نفس الكلام الفي انبوت هاي، ده هيعتبر هاي بس اسمه هيبقى اقل فولت عشان يخلي مين، كيو نوت تو ايه بي ساتوريتد، يبقى لازما عشان ده يبقى ساتوريتد ايه اللي هيحصل، نعمل ايه عشان يبقى ساتوريتد، عشان كيو نوت يبقى ساتوريتد ده اقل فولت يخليه في ساتوريتد. طيب يبقى انا همشي كي في ال على اللود دي، على اللوب دي كده، منين، من اول الفي ان لحد مين، لحد الزيرو، يبقى في ان ايكوال ده ايه، بالعكس يبقى ماينس اهو، ماينس في دي ايه اي بتاع الانبوت. ها بعد كده الفولت اللي هنا كام، اللي هو في دي ال، الفولت دروب بتاع مين لما يكون اون. تمام. طيب بعد كده انا بقى عايز هنا ده اقل فولت يخلي مين، ده في مين، ده اقل فولت يخلي الترانزستور ده ايه سات، يبقى في بي ايه سات، يبقى في ان هتساوي، شايفينها، يبقى في ان هي عباره عن الفولت ماينس الفولت ده بلس الفولت ده بلس الفولت ده، دي عارفينها دي. طيب يبقى معنى ذلك ده بنفترض ان هما سيميلار دايت، فيبقى الفي دي انبوت الدي اي ودي ال هيكنسلوا بعض، يبقى ده يبقى قايل لك ان في انبوت هاي هي عباره عن في بي اي سيت. نقدر نرسم هنا بقى ايه الفي تي سي فولتج ترانسفير كاركترستكس، نرسمها ازاي، الفي انبوت لو طلعت بكام، بفي بي اي
فورورد اكتف، والفي انبوت هاي اللي هي النقطة دي، ده اللي هو الايه ده، عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن في بي اي سات. طب في بي اي تقريبا فورورد اكتف دي اللي هي تقريبا بكام؟ 7/10، واللي هي في حالة السات 8/10، يعني معنى ذلك النويز مارجن لو صغير جدا، تقريبا 1/10، بمعنى ذلك ان هو لو سمول لويز مار لو نويز مارجن ان ام ال، زي برضو مين؟ زي الار تي ال. يبقى احنا برضو ما عملناش انهانس بان احنا استخدمنا دايت ترانزستور دايت لوجيك ايه كومباينيشن.